حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع المصدر أونلاين يتحدث: النخبة الشبوانية توقف محافظ شبوة عند مدخل محافظته. المشاهد نت: امرأة مجهولة في إب تعد إفطار المحتاجين لثلاث سنوات. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية: لورنت لوجور الفرنسية، منظمة دولية تبدي قلقها بشأن المعركة في مدينة تاريخية يمنية. ومن البي بي سي: شركة يابانية تخطط لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم. أهلا بكم. شهدت صنعاء خلال العام الماضي مئات التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الميليشيا الانقلابية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وسياسات الميليشيا الانتقامية على المواطنين. ووفقا لموقع الوحدوي نت، فقد تم تسجيل 354 فعالية ضد الحوثيين في صنعاء خلال عام 2017. وقال الموقع مستندا إلى تقرير مركز العاصمة الإعلامي: فقد تنوعت الاحتجاجات بين وقفات وتظاهرات غاضبة واضطرابات أو إضرابات كلية وأخرى جزئية في عدة مؤسسات ومرافق حكومية. وأضاف التقرير: بلغت الوقفات الاحتجاجية 65 وقفة، وتصدرت رابطة أمهات المختطفين المشهد النضالي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ونفذت خلال العام الماضي 28 وقفة احتجاجية. ورصد التقرير 7 وقفات احتجاجية لموظفي وزارتي المالية والنفط، و12 لأطباء مستشفى الثورة، ووقفتين لأطفال المختطفين. أما قال المصدر الأمني إن ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات أوقفت محافظ شبوة عند حاجز أمني في منطقة عزان أثناء قدومه من مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت. ويعنون موقع المصدر أونلاين: عقب أوامر إماراتية، النخبة الشبوانية تسمح لمحافظ شبوة بالمرور من حاجز أمني. وذكر المصدر للموقع أن القوات العسكرية أوقفت سيارة المحافظ اللواء علي بن راشد الحارثي لأكثر من ساعة دون السماح له بالمرور في وقت سابق. وأكد أن أفراد النقطة لم يسمحوا للمحافظ بالمرور إلا بعد اتصال من عمليات النخبة في منطقة بلحاف من قبل الضباط الإماراتيين، وعقب ذلك سمحوا له بالمرور ولا تعرف على وجه الدقة أسباب توقيف المحافظ عند الحاجز الأمني. يتابع الموقع: سبق أن نفذت القوات العسكرية عمليات توقيف مماثلة، حيث أوقفت قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في إحدى نقاط مدينة عتق مركز محافظة شبوة في 6 من فبراير الجاري، وأطلقت النار على موكبه. فائض التوصيف: تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال الذي كرس الضوء فيه على حروب غير تقليدية. مضيفا في أجزاء من المقال: ما جدوى أن تتراكم بالقرب من سرير المريض آلاف الوصفات الطبية إذا كانت ممنوعة من الصرف؟ وهل الإفراط في التوصيف والتشخيص يكفي للحيلولة دون تفاقم الداء؟ تخطر ببالنا مثل هذه الأسئلة ونحن نقرأ ما ينشر أو يبث عبر الفضائيات من تقارير حول الواقع العربي، بدءا من ظاهرة العزوف عن القراءة، وليس انتهاء بتسويق ثقافة عدمية تسعى إلى تجريف الوعي وتغريب الإنسان عن واقعه كي يستغرق في تقمص ومحاكاة واقع آخر متخيل. فالحديد كما يقال لا يفله غير الحديد، والثقافة العدمية التي تجرد الإنسان من هويته ووجدانه الوطني لا تحارب بالشجب فقط أو بالإدانة اللفظية، وما يتفرغ عنها من هجاء ومقاومة مثل هذه الثقافة تتطلب تكريس مناخات معرفية مضادة لها على طريقة ما كان يسميه أندري مورا الكاتب المسرحي المسمار المضاد، وهو أن أفضل طريقة لطرد مسمار في الخشب هو دق مسمار آخر يقابله ويكون أشد منه صلابة وأطول منه أيضا. قد تكون الحروب التقليدية بضجيجها والمرئي من غبارها ودخانها والمسموع من تدافعها سبباً لحجب حروب أخرى لها أسلحة مختلفة وأساليب من طراز آخر، وفي مقدمتها الحرب الثقافية. وقد شهد العالم نماذج من هذه الحرب في 60s القرن الماضي، حين عملت مؤسسات كثيرة على إغراق العالم الثالث بثقافة لا صلة لها بهواجسه وقضاياه،
ومنها منظمة الثقافة الحرة التي كان مقرها روما وتديرها المخابرات الأمريكية، وأوقعت في براثنها مثقفين عملوا ضد مصالح أوطانهم وهم لا يعلمون، وبعض من علم منهم بعد فوات الأوان انتحروا. وكما أن للحروب التقليدية غنائمها، فإن لحروب الثقافة غنائم لكنها مؤجلة. لا تزال أم المساكين كما أطلق عليها أبناء مدينة إب، تقوم رغم كبر سنها بإطعام العشرات من الفقراء والعاطلين كل صباح منذ 3 أعوام، وتقدم لهم وجبة إفطار يومية بدون أي مقابل، وذلك وفقا لتقرير نشره المشاهد نت بعنوان أم المساكين في مدينة إب قصة مسنة تتفرد بعمل إنساني عظيم في زمن الحرب. وقال الموقع: مع التباشير الأولى للصباح تتوجه جموع العمال العاطلين والفقراء إلى حراج العمال بجولة العدين وسط مدينة إب، وهم يعرفون أن هناك وجبة إفطار مجانية في انتظارهم. وتقوم أم المساكين منذ 3 أعوام بتوزيع وجبة إفطار مكونة من الفطائر والشاي على العمال العاطلين في السوق المركزي وجولة العدين بمدينة إب، في مبادرة شخصية تعكس مدى التلاحم والترابط في المجتمع اليمني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الصحفي ياسر عباد الذي التقط صورة المرأة المسنة التي رفضت الكشف عن اسمها في حديثه للمشاهد أن هذا العمل الإنساني الذي تقوم به هذه المرأة أصبح بالنسبة إليها كالورد اليومي، مشيرا إلى حرصها على القيام به بشكل يومي. وأضاف: المرأة تقوم وبشكل يومي بإعداد الفطائر في منزلها وتقوم بتوزيعها كل صباح على العمال الذين يفترشون الرصيف بحثا عن العمل في جولة وسط المدينة. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من استهداف جنود في عدن كانوا عائدين من معركة الساحل الغربي، وعنونت الصحيفة: شهيد وثلاثة جرحى إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق رصاص استهدف جنودا بعدن. وعنوان من مأرب: أسر قيادي حوثي بارز والجيش يكسر هجوما بصرواح والمحافظ العرادة يصل المدينة. وعنوان من أبين: عشرات المتقاعدين العسكريين والأمنيين يحتجون للمطالبة بصرف رواتبهم. ومن الجوف: جماعة الحوثي تعترف بمقتل 2 من أبرز قياداتها. عن مدينة: نقاط التفتيش فيها أكثر من المباني، عن تلك التي تحولت فجأة إلى مصدر لتوجس الجميع منها، كتب سلمان الحميدي في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء من المقال. شوارع صنعاء مقطعة، تنتشر نقاط الميليشيا في الطرقات، في الأزقة، في المنافذ، يأخذون المطلوب لقوائمهم وغير المطلوب من لا يستطيع أن يموه وجهه ومن يستطيع. شاعر شاب استخدم 100 حيلة ليصل إلى العاصمة التي حوت كل فن ليحتفل بخطوبته، وكأن صنعاء قد لفظت فن الشعر واكتفت بالدكاك والجنيد. أحد المصورين الصحفيين عاد إلى أسرته متنكراً ليحتفل بعرس ابنته، لم تقتنصه الميليشيا غير أن السكتة داهمت قلبه فأوقفته إلى الأبد. مات بأمان بين أسرته في العاصمة المرعوبة. يقوم أفراد الميليشيا بتوقيف المارة لغرض التفتيش والابتزاز، يخفون الصوت الذي يرتفع عليهم قليلاً والأصوات التي لا ترتفع بالطبع، يخفونه، يخطفون، يقتلون ويجرحون. كيف يكون الطريق سالكاً إلى عدن في هكذا أجواء؟ ينحشر الركاب داخل الباص الطويل، يتزاحم الضباط والجنود من الذين كانوا مع صالح حتى الأمس القريب. ليس هذا المهم، يمرون من صنعاء موطن الميليشيا مرور الكرام الغانمين أمام مرأى الحوثيين، يقولون: سنذهب لنقاتلكم. كانت صنعاء عاصمة فتحولت مأوى للانقلابيين المتجسدين في ميليشيا الحوثي وقوة صالح، والتي اتضح فيما بعد أنها كرتونية. صارت عدن عاصمة للشرعية، وبها استقر رجال التحالف، فبدأت تتحول تدريجيا إلى مأوى لجماعات التقويض، بدءا بعيدروس وما فعله في يناير، وليس انتهاءا بفتح مراكز تدريب للطارق صالح في فبراير. كثيرة هي السجون التي تنتشر في البلاد، سواء أكانت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أو تلك التي يتم تحريرها، وفقا لموقع عدن الغد، نسوة يتظاهرن بعدن المطالبة بإطلاق معتقلين بسجون التحالف.
وقال الموقع: تظاهرت العشرات من النسوة بعدن للمطالبة بإطلاق سراح سجناء لدى التحالف العربي بعدن. وقال الموقع: إن المحتجات رفعن لافتات يطالبن فيها بإطلاق سراح أبنائهن لدى السلطات الإماراتية بعدن، وهذه الوقفة هي العاشرة ضمن وقفات احتجاجية تطالب بإطلاق سراح معتقلين لدى التحالف العربي بعدن. وتقول عدد من الأسر إن المئات من الأشخاص يعتقلون لدى سلطات التحالف العربي بعدن منذ عامين دون محاكمات. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. نتابع الأحداث ونرصد التطورات، نتناول الخبر من زوايا متعددة. لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. من جديد أهلا بكم. كثفت بريطانيا بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا مساعيها، كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، لحشد الدعم لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار التجديد للعقوبات الدولية على اليمن، مع التنديد خصوصا بانتهاك إيران حظر الأسلحة بسبب تزويدها جماعة الحوثي بالصواريخ البالستية وغيرها من العتاد الحربي. مصادر دبلوماسية مطلعة قالت للشرق الأوسط إن المشاورات الأولية التي أجريت في مقر البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة باعتبارها حاملة القلم في كتابة القرارات الخاصة باليمن كشفت اعتراضا من روسيا على مشروع القرار الغربي، إلى أن واشنطن عززت ضغوطها على موسكو من أجل التصويت إيجابا وعدم استخدام الفيتو ضد المشروع عندما يحين التصويت عليه أواخر الشهر الحالي. ويورد مشروع القرار أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه من أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن، ويؤيد إفادة فريق الخبراء الأممي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التزويد للمواد المحظورة إلى أشخاص أو كيانات مصنفة تحت العقوبة في اليمن. لا يتجاوز محمد عبد الله 15 من عمره، إلا أنه بحسب صحيفة العرب الجديد مر بتجارب صعبة وتعرض للخطر مرات عدة خلال مشاركته في الحرب الدائرة في اليمن. وكان وكما تضيف العرب الجديد يقاتل في صفوف الحوثيين في أكتوبر الماضي عندما وقع في الأسر لدى القوات الموالية للحكومة الشرعية، الأمر الذي جعله يشعر بالخوف والقلق. ويخبر محمد العربي الجديد أنه: أكثر من مرة واجهت الموت ونجوت بأعجوبة، وعندما سلمت نفسي إلى القوات الشرعية حولتني وبقية الأطفال الذين كانوا معي بعد أسابيع إلى أحد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الحرب في مأرب. يقر محمد بأن الدورات التأهيلية التي خضعوا لها ساعدتهم على فهم حقوقهم التي لم يكونوا على علم بشأنها، كما أدركوا مخاطر الانخراط في صفوف المقاتلين وانعكاسات ذلك على المستقبل حسب تعبيره. منظمات مدنية عدة في اليمن تسعى إلى تنفيذ برامج مشابهة تهدف إلى تأهيل الأطفال المتضررين وتقديم الدعم النفسي لهم عبر أنشطة وفعاليات عدة تسمح بدمجهم في المجتمع تحت إشراف منظمات دولية تعنى بالطفولة. قوة الحوار في عالم مضطرب. تحت هذا العنوان كتب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، وقال: يتطلب إنهاء الخلافات في عالمنا المنقسم على نفسه التعاون بين العديد من أصحاب المصالح، وفي كثير من الأحيان يكون الحوار أساس التعاون والتقدم بعيداً عن الصراع وبصرف النظر عن الانتكاسات المؤلمة. إن الحوار القائم على حسن النية والقدرة على رؤية العالم من خلال وجهة نظر الآخرين، وخاصة أولئك الذين نختلف معهم، لم يكن أكثر أهمية مما هو الآن. فنحن نعيش في عصر حطم فيه الإنترنت وغيره من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحدود التقليدية، مما جعلنا أقرب إلى بعضنا بعضاً، ولكنه أيضاً عصر تدفعنا فيه طفرة القومية إلى مزيد من الانفصال.
وفي غياب الحوارات الهادئة والبناءة وغير المريحة في بعض الأحيان حول نوع المستقبل الذي نريده، يهدد التعصب والعزلة بتراجع عن قرون من التقدم. إن المخاطر مرتفعة إلى حد كبير. ويشير تقرير المخاطر العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأغلبية الساحقة من الخبراء في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن الصراع الكارثي بين القوى الكبرى يمكن أن يندلع هذا العام. وفي هذه الأثناء ستستمر المشاكل داخل البلدان في إثارة الشكوك العامة حول التلاعب بالنظام لصالح النخب. وتتمثل هذه المشاكل في تزايد عدم المساواة وانخفاض الارتقاء الاجتماعي. قديماً قال الفيلسوف الرواقي اليوناني إبيكتيكوس: لدينا أذنان وفم واحد حتى نتمكن من الاستماع أكثر مما نتحدث بمرتين. وينطبق المبدأ نفسه على الحوار الذي يتطلب الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة وتقبل أفكار غير مألوفة. وفي العام 2018 ينبغي علينا الاهتمام بمظالم الناس والعمل معا من أجل إيجاد حلول جماعية، فمن دون الردود المشتركة لن نتمكن من معالجة المشاكل المعقدة التي نواجهها. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية، حيث عنونت لورنت لوجور الفرنسية: اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقة بشأن القتال في مدينة زبيد التاريخية. وقالت الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت الأطراف المتنازعة في اليمن إلى حماية واحترام مدينة زبيد التاريخية، الجوهرة المعمارية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تضيف الصحيفة الفرنسية: تقع زبيد على السهل الساحلي الغربي لليمن في منطقة اشتد فيها القتال بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين مؤخرا. تتابع الصحيفة: وكانت المدينة التي تضم العديد من الشوارع الضيقة وحوالي 86 مسجدا عاصمة اليمن بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، كما لعبت دورا هاما كمركز للعلوم في العالم العربي الإسلامي. وفي ترجمة خاصة بقناة بلقيس أيضا نطالع في صحيفة لوبس الفرنسية أحد أخبارها المتنوعة، والتي عنونت: بيل جيتس، يجب أن أدفع ضرائب أكثر. وقالت الصحيفة: يعتقد ثاني أغنى رجل في العالم أن الحكومة يجب أن تفرض ضرائب أكثر على الأغنياء جدا. ويقول بيل جيتس: لقد دفعت من الضرائب أكثر من 10 مليار دولار، أي أكثر من أي شخص آخر، ولكن الحكومة يجب أن تجبر الناس في مثل مكانتي على دفع ضرائب أعلى بكثير. وردا على سؤال من مراسل CNN عن الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب والذي يخفض بشدة الضرائب على الشركات والأسر الأكثر ثراء، يقول مؤسس مايكروسوفت: وبصراحة إنه ليس قانون ضرائب تقدمي بل رجعي. وإلى موقع شبكة البي بي سي والتي عنونت في أحد موضوعاتها الأكثر مطالعة: شركة يابانية تخطط لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم. وقالت البي بي سي إن شركة يابانية تخطط لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم، على أن يتم اكتمال البناء عام 2041، وذلك للاحتفاء بمناسبة مرور 350 عاما على تأسيس الشركة. وقالت شركة سوميتومو فورستري التي تأسست عام 1691 إن 10% من تكوين البرج الذي سيبلغ ارتفاعه 350 مترا ويضم 70 طابقا ستكون من الفولاذ، بالإضافة إلى 180 ألف متر مكعب من الخشب الطبيعي. كما يضم المبنى نحو 8000 وحدة سكنية ويضم أشجارا ونباتات في شرفاته كل طابق. وقالت الشركة إن دعامات من الفولاذ المقوى على شكل أنبوب لمواجهة الاهتزازات ستكون في وسط مبنى البرج بهدف حمايته من الزلازل التي تشهدها طوكيو بشكل متكرر. الحزن من المشاعر التي تسيطر على الإنسان نتيجة عوامل عديدة تخرج عن نطاق سيطرته في كثير من الأحيان. في الصور التي سنعرضها عليكم سترون كيف يكون الحزن نتيجة الحرب أو الهروب منها أو فقدان أعزاء وربما التحضير للفقدان. من صحيفة الجارديان نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.